الوضع اللي احنا فيه اللي بنعيش وضع كورونا سبب أزمة كبيرة 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 في شغلنا. يعني اليوم ما احنا بدل ما كنا نطلع مثلا 4-5 حفلات، اليوم في الشهر كله ما بتطلعش ولا حفلة. بساعد في شغل الدبدي، بخيط معاه، بغسل له اياهن، بخيطهن، بنفصل دبدي بتاني. هوا الطلب لما مثلا يطلبوا منا بنفصل وبنخيط وبنعمل.